مؤسسة نابو لدباغة وصناعة الجلود. مؤسسة نابو تتواجد في منطقة صناعة المسيدان مختصة في تحويل لدباغة الجلود، جلود الغنم وجلود المعز وجلود البقر. التصنيف تاعو مؤسسة التحويل تاعو نصف صناعي، تختص في لدباغة وصناعة الجلود والصوف. ثاني مؤسسة مختصة في التحويل والتصدير، وحاليا راح تتدخل منتوج جديد ان شاء الله باذن الله، وهو ماده الجلود، وهي ماده نهائيه مهنيه نهائيه الصنع اللي تكون ان شاء الله في ولايه المسيده، لنحيوا بها الصناعه اليدويه والحرفيه مثل جلود الغنم هذه كما راكم تشوفوها جاهزه للصناعه اليدويه وحتى الصناعه الثقيله والالبسه وكل شيء. وان شاء الله نسعى للتصدير لافريقيا، الدول اللي صدرت فيها إيطاليا، تركيا، الهند، الصين، ماليزيا، تونس، والحمد لله.